اهلا بحضراتكم من جديد. وفي البدايه طبعا برحب بلاعيبه مرتبط كره اليد مواليد 2002 واللي فازوا بدوري المرتبط السنه دي واللي بيقودهم طبعا الاسطوره الكبير الكابتن اشرف عواد. برحب في البدايه بمصطفى المهدي حارس مرمى وجول كيبر الفريق. اهلا بيك يا مصطفى. اهلا وسهلا بحضرتك. مبروك. الله يبارك في حضرتك. وحش ولا ايه؟ طبعا. وبرحب طبعا بعبد الرحمن ايمن او بودي الشهير ببودي لاعب الجوكر خط الخلفي. اهلا بيك عبد الرحمن. اهلا وسهلا بحضرتك. مبروك. الله يبارك في حضرتك. اجي لك يا مصطفى، يمكن السنه دي كانت موسم طويل، انت لعبت مرتبط مع الفريق ولعبت ايضا كاس مصر، دي البطولتين اللي لعبتوهم. بداتوا ازاي الموسم؟ بداتوا امتى؟ في وقت ايه؟ والاعداد بتشتغل ازاي؟ يعني كلمني في البدايات خالص. الحقيقه احنا اول ما عرسنا كابتن اشرف عواد هو اللي ماسك الفرقه قال لنا هنبتدي ان شاء الله من شهر 7. بدانا طبعا اعداد بشكل كويس وفتره. بداتوا بدني الاول ولا هاند بول؟ اكيد بدني. طبعا بدني الاول، لان انت بطبيعه الحال بتبقى راجع من موسم قاعد بقالك مثلا مريح شهرين شويه. بس طبعا ما ينفعش ان انت كلاعب ان انت تريح. صحيح. بس بتاخد لك فتره ريكفري يعني. بس خدتوا تمرين قد ايه؟ شهرين مثلا؟ اعداد ثلاثه؟ نقدر نقول ثلاثه. الدوري بدا في نص 9 اول 10 كده يعني. طيب، وبداتوا على طول بدوري المرتبط ولا كان في مثلا بطوله قبلها او لا؟ لا، هو احنا عندنا بطولتين بس بنلعبهم، بطوله الدوري المرتبط والكاس. بداتوا بالمرتبط على طول. طيب، يعني ما شاء الله انتوا السنه دي، وانا عرفت قبل الهوا ان انتوا خسرتوا مباراتين بس وتعادلتوا في حقيقة. بس دي الحمد لله ما شاء الله في كم المباريات الكبير جدا اللي انتوا لعبتوه. لعبنا كتير جدا. كتير جدا. طب انت فاكر يعني، وطبعا احنا الزمالك الثلاث مباريات اللي احنا لعبناهم فزنا عليهم. واثنين منهم كانوا في ارض نادي الزمالك كمان. كمان. ما شاء الله، الله اكبر. في 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 تفوق كاسح في 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 الحمد لله. يعني مش على نادي الزمالك بس، على بقيه الفرق. الله اكبر ما شاء الله يعني. طيب، انت فاكر ايه الماتشات القويه اللي انت لعبتوها؟ ايه الماتشات اللي جامده وجهه نظرك؟ والله احنا يعني تقريبا ما فيش ماتش سهل. يعتبر ما فيش ماتش سهل. كل ماتش ليه حساباته وليه تاريخ. الاهلي صعب وسموحه صعب، كل فرق بالظبط. احنا الدوري بتاعنا بصراحه قوي جدا، ممكن يكونوا فرقتين ثلاثه اللي الى حد ما مستواهم مش قريب مننا شويه. ولكن حتى الماتشات دي اوقات بتبقى صعبه. صعبه. لازم تدي المنافس بتاعك احترامه، وما ينفعش تستهين باللي قدامك مهما كان. صحيح. يعني انت قصدك تقول انت طول الماتشات او طول المباريات شادين الحزام. طبعا. واصلا كابتن اشرف ما بيحمش. كابتن اشرف حركه عايز كل حاجه بالملي زي ما هو. طبعا. بالملي. ولا ايه رايك عبد الرحمن؟ يعني يمكن كابتن اشرف عواد صعب جدا. لا لا، هو طبعا فعلا يعني احنا من اول السيزون هو بادي معانا شغل جامد جدا. ما زهقتش من يعني ما قلتش ايه ده إيه يعني هو ليه التمرين كتير كده ولا ما قلتش دي خالص؟ لا طبعا، احنا من صغرنا احنا متعودين في النادي الاهلي على الموضوع ده. يعني من زمان واحنا عارفين ان المشوار مش سهل، يعني مش توصل للاول بسهوله. يا الاول يا ما فيش. لا كده كده احنا متعودين على الاول دايما يعني. طيب، يعني هل في مثلا الموسم ده كان في صعوبات قابلتك انت على المستوى الشخصي كلاعب؟ هل مثلا لا قدر الله كان عندك اصابات؟ كان عندك حاجه؟ فعلا يعني اتصبت كذا اصابه، بس يعني كان في بديل، يعني في بديل ليا بيشد. يعني ما فيش حاجه. كان اصابات خفيفه ولا كانت جامده؟ لا لا، كانت اصابات خفيفه بس يعني كان في حد تاني موجود بيشيل مكاني. يعني انت كلنا كنا في ظهر بعض يعني. ما طبعا فريق واحد، بس انت الميزه عندك بتلعب في الثلاث مراكز. يمين شمال وسنتر هاف. بالظبط كده. مظبوط. طب انت اكتر مركز بتحبه في دول ايه؟ وانا يعني انا المفروض انا يعني انا المركز المفضل الباك ليفت. باك ليفت. انت بتلعب باك يمين صح؟ تمام. بس احنا عشان كان عندنا يعني ثغره ان في حد مش موجود في الباك رايت، فانا اللي كنت بقى شايل المكان ده. بس تبقى صعبه. بس انا يعني عشان ايدك بتبقى ورا. تمام. ايوه. بس يعني مع الوقت بقى ابتديت اتمرن، وانا اصلا يعني من سنين قبل كده كنت بلعب برضه في المركز ده وكنت ماشي كويس فيه. حتى الموسم ده يعني الحمد لله انا طول السيزون بلعب باك رايت. طول الموسم هو اصلا مش مركزك. مش مركزي. والله بس الحمد لله ربنا كرمني فيه يعني. طب دي كانت خبره ليك؟ يعني انت لما لعبت في الباك رايت وده مش مركزك، حسيت ان دي خبره ليك هتفرق معاك؟ استفدت كتير طبعا في المكان ده. يعني اكن ده كان يعني انا كنت اشول فعلا في المكان ده. كنت اشول وفي المركز ده نزلت فيه. برغم ان انت مش اشول اصلا. طب والسنتر هاف؟ يعني انت برضو بتقول انا لعبت ساعات سنتر هو هاف. السنتر ولا حسب الروتيشن في الملعب؟ هو فعلا يعني ما بلعبش كتير في السنتر هاف قوي، بس يعني مثلا لو حصل حاجه الكابتن ممكن يسيبني هجمتين كده ولا حاجه، لو بعد كده ارجع تاني مكاني. طب انت على مستواك انت الشخصي، يعني بيبقى في لعيب جوكر كده بيبقى في توجهات، بيبقى ليه توجهات دايما. يعني طالما انا عندي لعيب اقدر العب فيه في اكتر مركز، المدير الفني دايما بيطلب منك شغلانه تعملها. ما انت عندك ما شاء الله امكانيات، فبيطلب منك شغلانه. ايه الحاجه اللي كان دايما يطلبها منك؟ وهل هي كانت دفاعيه ولا كانت هجوميه؟ لا، هو دايما كان يعني بيطلب مني في الهجوم ان انا يعني الكوره ما تبقاش رخيصه، يعني لازم كل كوره في ايدي ان انا يعني اوصل بها للجون. ما شوتش اي كوره، ما بصش اي كوره،
لازم كل حاجه يعني تبقى في الجون، الحاجه المضمونه. مضمونه. لان فعلا الحته دي بتقابلنا في الدرجه الاولى ساعات على فكره. في كور كتيره بنخسرها. الميس باس بيساعد. بتبقى كتير جدا في وقت مهم، بس هي قلت دلوقتي، بس قصدي اقول ان دي حته مهمه كابتن اشرف كان بيكلمك بالزبط. فيها. طب في الدفاع؟ انت بتدافع طبعا. يعني في الدفاع كان بيوجهك ايه؟ اكتر حاجه كان بيوجهك، كنت بتدافع على مين وازاي؟ انا كنت بدافع في ناحيه في مركز اثنين اللي هو برده اثنين رايت اللي هو رايت عكس ايد. بس برده يعني كابتن اشرف كان في التمرين دايما بيعودنا على المكان ده عشان في الماتشات اعرف ان هو طبعا المكان ده غريب عليا في الدفاع وكده بالظبط عشان عكس ايدي. بس هو كان دايما بيمرني على الموضوع ده الحمد لله لغايه لما اتقنته. بتفرق في المقابله؟ طبعا بتفرق. ان يعني انا بطلع عكسي يعني عكس جسم خالص، عكس اللي انت متعود عليه طول عمرك. بتقلب الدنيا خالص بالظبط، بدل ما بتطلع مثلا كده بتطلع كده، بطلع الناحيه الثانيه. عايز تدريب وعايز تركيز عشان ما تغلطش، لو طلعت غلط هتدي اللي قدامك مساحه شوط. برضه يعني كان دايما بيقول الثلاثه اللي جنبي اللي هو المدافع اللي جنبي ان هو مثلا يعني يتقي ناحيتي شويه. ايوه عشان انا كنت يعني مش متقنه بنسبه 100% زي الاشول، بس برضه يعني كنت بعرف اعملها. وهو كان برضه كان بيقول لي طب ما فكري صح، المدافع اللي جنبي ان هو يتقي السنه جنبي. ايوه انه يساعدك عشان انت مش في مركزك بالظبط، لو سرحت شويه يبقى ما فيش جاب. لا ده انتوا عالم تاني يا باشا، ده انتوا بص معركه في الملعب. اجي لك يا درش، يعني يمكن دايما بيقولوا حارس المرمى هو نصف الفريق، مش بيقولوا على فكره، انا من وجهه نظري هو مش نصف الفريق، هو 75% من الفريق بالظبط. هو الحقيقه دلوقتي بقى 75% يعني خالص، واحنا شفنا كل ماتشات البطوله العام اللي فاتت 75%. دي حقيقة. اصعب ماتش ليك السنه دي، اصعب ماتش، أصعب. مش احسن ماتش لعبته، اصعب ماتش، من هو كان فيه لعيبه مصوبين جامدين من بره، بيشوطوا من التسعه، بيشوطوا من السبعه، بيشوطوا من على الدايره على طول. يعني ايه الماتش الصعب اللي انت حسيت ان هو لا الماتش ده انا محتاج اركز فيه قوي؟ هو في الاغلب يعني كل الماتشات بتاعت التوب فور او التوب 6 بتبقى مين صعبه بقى؟ جدا. مين بقى اديني مثلا فرقتين كانوا معاكم؟ سبورتنج، زمالك وسبورتنج. تمام. بس اكتر فرق مثلا بتتعبنا فعلا في الماتشات سبورتنج والجيش. ليه بقى؟ الزمالك السنه دي كان الى حد ما بيمر بفتره انخفاض مستوى. طب ليه بقى طلع الجيش وسبورتنج؟ اختراقاتهم كتير مثلا؟ سبورتنج بيلعبوا هاندبول اوروبي الصراحه. طب يعني بصراحه اول مره اشوف حد يحترم يعني بشكل فرقه ويقول عليها حتى بيلعبوا هاندبول حلو جدا. يعني دايما المنافس بيكون خصم ليك. فانت دايما لما تقول لا ده بيلعبوا هاندبول اوروبي، فدي حاجه حلوه منك. يعني روح حلوه. بس معنى ان انت كسبتهم انت احسن. برافو عليك، انت احسن. ده بالظبط. يعني مش محتاج. بس انت بتقدر الخصم. طبعا. صح كده. وزي ما قلت لحضرتك لازم كل خصم ليه احترامه. اما فكره نادي الجيش ان حضرتك مش متوقع الهجمه جايه منين. يعني هم ما فهمش مثلا نجم لعيب متميز بشكل كبير لوحده. لا حضرتك مش عارف مين اللي هيعمل ايه. موضوع الى حد ما عشوائي بس بتمشي معاهم فخلاص. طب هسالك سؤال، هل جزء كبير من نجاح جول كيبر في اليد، وخاصه ان هو بيبقى ليه دور كبير جدا زي ما قلنا 70% طبعا من الفريق، انا في وجهه نظري هو بيقولوا نص الفريق بس انا بقول 70%، هل التحركات الدفاعيه وقلب المساحات وقفل المساحات وان ما حدش يوصل لك سهل دي تعلي نسب صدك؟ جدا. هقول لحضرتك على حاجه، الدفاع فعلا بيفرق جدا مع الجون، بس في اوقات الدفاع مش هيبقى فايق، فدي بتظهر شخصيه الجون بقى. لازم تشيل انت لازم تشيلهم، لازم يكون انت عندك هدوء اعصاب، لازم تكون انت المتماسك في الفرقه، حتى لو انت خسران او لا قدر الله في مشكله او حاجه تكون انت اللي بتشيله. وفي اوقات انا فعلا بكون مثلا دون المستوى في الماتش وزمايلي بصراحه بيوصل لي الكره بتتمشى يعني. طب انت هل بتقعد تزعق في الدفاعات زي الكره كده؟ بتقعد تزعق؟ طبعا هم بيتريقوا على نفسهم. انت بالذات بتعمل كده، بيتريقوا على نفسهم بيقولوا انت هايبر، خش يا حسين اقفل يا خالد. عندك بتقعد تعمل كده؟ بيتريقوا على انهم هايبر شويه. بس ليه يا عم؟ لا يا عم اعمل كده ولا حد يقدر. حضرتك عارف يعني معروف بالموضوع ده. بيعمل ايه بقى؟ بيقعد هو بيصد لازم بقى. طب قبل ما يصد بيوجهكم؟ لا هو بصراحه دايما شيلنا يعني يا ابودي خش كده يمين الحق اللي عندك ده. هو بيقابل انزل ضم شويه لم من عندك كده يعني. انتوا سامعينه وانتوا مديله ظهركم؟ هو صوته ما شاء الله يعني. حضرتك عارف الحراس. طب انت قاعد صوتك كيوت وبتاع يا باشا بتجلجل زي الملعب. لا ده احنا موجودين هنا بس. لما في الملعب مفيش الصوت ده. مفيش بقى. مفيش. بص حلو جدا بيقعد يزعق فيك واقف وقفل وبتاع ومش عارف ايه. هو لازم عامه في الهاند بول الحارس اللي ورانا برده بيبقى شايف طبعا الفيرود اللي بيجري مثلا، لو في حد قاطع هو برده بيبقى لغنا من ورانا، لو في حد جري انزل اطلع قابل يستلم ده خد ده. طب انت يعني بتتفق معاه ان اجمد ماتشين سبورتنج والجيش السنه دي؟ هو طبعا فعلا من اجمد الفرق اللي لعبناها السنه دي كان سبورتنج والجيش من اجمد الفرق برضه. طب انت 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 احسن ماتش السنه دي من وجهه نظرك، عايزك تركز كده وتاخد نفس فكر، احسن ماتش لعبته حسيت ان انت كان كنت اون فاير؟ عشان انا هسال كابتن اشرف عليه كمان. بص هو بصراحه يعني في كذا ماتش انا اديت فيه بشكل يعني بشكل جامد جدا. قول لي مين. هو هكتب وراك يعني.
في ماتش الزمالك اللي هو كان في اول الدوري، اللي هو اول ماتش خالص، اللي هو كان في ميت عقبه، كان في ميت عقبه كسبناه برضو، كسبنا الثلاثه. عملت ماتش حلو، عملت ماتش. فاكر حضرتك كام جون؟ مش فاكر يعني مثلا، بس عديت الخمسه يعني. الماتش ده الله كنت أكبر. يعني ما شاء الله كنت في فورمه حلوه الماتش ده دفاعيا. دفاعيا يعني الماتش ده ما كنتش بدافع بنسبه كبيره قوي، بس الهجوم كنت متوافق، كنت ماشي كويس الحمد طيب لله. طيب ادي ماتش، اول ماتش الزمالك الاولاني، ثاني ماتش وكان في ماتش الجيش عندنا برضو في الصاله، ده كنت عامل ماتش كويس، كسبناه ولا اتعادلنا؟ كسبناه تمام. وفي برضو ماتش الجيش اللي كان عندهم هناك برضو، ده كنت عملت ماشي كويس. دفاعا وهجوما ولا كنت موفق هجوما؟ لا كنت اكتر دفاعا وهجوما. دفاعا وهجوما. فاكر جبت جاب في ماتش الجيش الثاني؟ يعني برضو كنت معدل خمسه برضو. الله اكبر، يعني كله معدي خمسه سته سبعه. الحمد الله لله اكبر. يعني. والجيش اللي هناك برضو؟ والجيش اللي هناك. وفي ماتش سبورتنج برضو ده كان عندنا، ده رابع ماتش كمان، ده كنت ماشي فيه برضو كويس قوي يعني. دول الاربع ماتشات انت لعبتهم كويس قوي. طب وانت مصطفى فاكر ماتشاتك اللي لعبتها كويس؟ خد نفس كده فكر. ايوه مين بقى في ثلاث ماتشات اللي هم هقول لحضرتك في اديني اكتر واحد انت كنت فيه موفق ومش بس بنسبه الصد، لا صديت كور مهمه. في ثالث ماتش في الدوري مع مين؟ البنك الاهلي. فرقه جامده قوي، فرقه سريعه، هي خدت الكاس. خدت الكاس، ففرقه كويسه. تمام، هم فرقه سريعه جدا، بيعتمدوا على الفاست بريك كمان، عملت لك ازمه دي اختراقات. صديت كور فاست بريك كتير يا مصطفى. الكره بتبقى اصعب كمان لما بيبقى على 6 متر، تبقى نسبه نجاحها عاليه عاليه. طيب نقول ماتش البنك الاهلي الاولاني. البنك الاهلي الاولاني في كان ماتش الشمس ده، كان في مجمعه نهائيات الدوري. ده برضو الحمد لله يعني صديت عدد كور كبير قوي، 20 كوره. لا 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 بجد والله، الله اكبر. ده نسبه عاليه قوي. تخيل مثلا ممكن تشوط عليك 30 صديت 20. لا كان بصراحه 40 صديت 20 ف 50%. دي نسبه عاليه قوي. انت تلاقيك عقدتهم، هم مش عارفين يروحوا فين. طيب ايه تاني من الماتشات؟ بس بيتهيألي ده يبقى في المقام الاول، بيتهيألي يعني يعني ده لما يبقى حاجه كده يبقى ده لازم في المقام الاول. مين تاني؟ وفاينل الدوري الحمد لله اخر ماتش خالص في الزمالك. الحمد لله ممكن اكون ما عملتش اعلى نسبه، هي النسبه كانت كويسه بس كانت مؤثره، بس صديت كور في اوقات معينه، دي بقى الحمد لله يعني خلتنا نفرق عليهم بشكل كويس. طيب عبد الرحمن، مين ماسك الاعلى؟ مين من اللعيبه عايز تبقى زيه يعني؟ هو على مستوى مصر العالم، اي في اي حته. هو مستوى العالم طبعا ميكل هانسن يعني. تمام، ما طبعا ده مثلا العالم، ده الاسطوره. ده الاسطوره، دبابه. طيب مين بقى في مصر؟ في مصر طبعا يعني اتشرف ان انا ابقى زي علي زين او الدرع. الدرع، ما شاء الله تبقى يعني زيهم. انت ما شاء الله طويل زيهم. ان شاء الله يعني طويل زيهم، فانت حابب يعني تبقى يعني ان شاء الله دول مسلك الاعلى، ان شاء الله تبقى احسن منهم باذن الله ان شاء الله. مصطفى انت نفس الكلام، مين؟ طبعا الصور دي ده بتتويج، ده ماتش سبورتنج اللي كان في سيره الزمالك. ده كان اجواء جميله بصراحه، كانت اجواء حلوه قوي. بص الجمال وبتاع والفرحه وقعدتوا ترقصوا وبتاع، والجميل ان كابتن اشرف عواد تحس ان اللعيب معاكم. بس اللعيب معاكم تحس انه بيضحك وبتاع. لا خلي بالك كابتن اشرف ده اسطوره. هو فعلا كابتن اشرف كان اب لينا والله طول الموسم، وكان يعني عمره ما يعني بخل بينا في اي حاجه يعني. كابتن اشرف طول دايما في ظهرنا، شفت ماتشاته طبعا وهو بيلعب وكده. اكيد اسطوره بجد. بص الفرحه طبعا يعني. بس ده ماتش الزمالك اللي في الجيش، ده الماتش اللي قبل النهائي، اللي هو قبل الجوله اللي قبل الاخيره، وده ماتش سبورتنج اللي كان في الزمالك فاينل. انا كنت متابع برضو اخباركم على يعني ايه من بعيد بعيد، طبعا ما حضرناش ماتشات بس تابعناها. طب مصطفى انت بقى مين ماسك الاعلى؟ خد نفس عميق. عالميا غمض عينك. مين بقى؟ فارغاس جون اسبانيا عالميا. اشمعنى؟ هنا في مصر يعني نادر لما حد يحسه الاستيك قوي يعني. موجود في كل حته، اللي هو هتشوط له هنا ممكن يبقى في الزاويه اليمين فجاه تلاقيه شمال. طيب ومين بقى في مصر؟ كابتن عصام الطيار طبعا. طيب. ما شاء الله يعني حاجه، كلهم حاجه عظيمه جدا الحقيقه. مصطفى الوقت عدى بسرعه وانا مبسوط بيكم، ما شاء الله شباب زي الفل. مبروك للمره الثانيه. شرفت حضرتك جدا. لا ده انت نورتوني وشرفتوني طبعا. جول كيبر الفريق مصطفى المهدي، بشكرك وكمل. يلا عايزينك بطل ان شاء الله، ونشوفك مع منتخب مصر الكبير. بشكرك يا مصطفى. شكرا لحضرتك، نورتني عبد الرحمن وشرفتني، وان شاء الله نشوفك احسن واحسن من اي حد في مصر. ربنا يخليك يا رب. شرفت معرفه حضرتك، يعني نورت القناه، وربنا يوفقك في القادم باذن الله. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل ومكملين معاكم مع ابطال فريق 2002، أبطال دوري المرتبط، ولكن بعد الفاصل.